أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مدرس في مدرستنا يريد أن ينظم مسرحية، وهو يقول إنه يريد أن يجذب طلاب المدرسة بتلك المسرحية ويريد هدايتهم، علما بأنه يستشهد فيها بآيات وأحاديث في نهايتها، فما حكم فعله والمشاركة معه فيها؟ المسرحيات من الأمور الوافدة وليست من أعمال المسلمين، وفيها محاذير، فلا تعمل المسرحية. والدعوة غنية عن المسرحيات والتمثيليات والأناشيد، الدعوة غنية عن هذا ولله الحمد. ادعهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. واترك عنك المسرحيات والتمثيليات والأناشيد، وأن يقولون أنه من مناهج الدعوة. نعم.